مساء الخير واهلا بيكم. حلقه جديده ومتابعه متواصله للانتخابات الرئاسيه 2018. كنت معكم مع زملائي منذ الصباح الباكر. الحقيقه بحيي كل سي بي سي اكسترا اللي اشتغلت منذ الصباح الباكر. انا كنت معاكم من الواحده ظهرا، والان نعود لهنا العاصمه في تغطيه طويله نوعا ما. هنبتدي من الثامنه مساء حتى الحاديه عشره النهارده وبكره، ويوم الاربع هنفضل معاكم حتى الصباح الباكر مع عملية فرز الأصوات ومؤشرات نتائج انتخابات الرئاسة 2018. عملنا ايه في اليوم الاول؟ وخلوني اقول وعيد تاني الملاحظات بتاعة الصبح، ونتكلم على ملاحظات الفترة المسائية ايضا. اليوم عدى معقول جدا، يعني تقييمنا لليوم بعد المشاهد اللي شفناها في كل المحافظات ومراسلنا موجودين وكاميراتنا في كل المحافظات انه يوم معقول جدا. ما نقدرش ان احنا لا نديله يعني ختم الاكثر كثافة ولا ختم ان اللجان فاضية. ما نقدرش لا نقول ده ولا نقول ده. ومرة تانية بنقول ان الطوابير الطويلة ليست معيار، ولا عدم وجود طوابير هو المعيار. المعيار في النهاية هو ما سيتم فرزه في الصندوق، واللي هيطلع بينا لينا القاضي يقول لنا انه والله نسبة التصويت بلغت كذا، ونحن نثق في العملية الانتخابية ونثق في نزاهتها ونثق في القضاء اللي موجودين على الصناديق. ليه بقول الطوابير الطويلة ليست معيار زي ما كنا بنفكر فيها زمان؟ لأنه العملية الانتخابية الحقيقة تسير بسلاسة وبسهولة وبيسر، وده ميزة مش عيب. يعني لما ما نشوفش طوابير ما نقلقش، ما نقولش عندنا مشكلة، لكن نكون حذرين برضو، لأنه الحقيقة أنه الناخب بياخد من دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة بالكتير علشان يدلي بصوته طالما العملية الانتخابية تسير بشكل جيد. ودي تجربة كل الناخبين اللي احنا كلمناهم أو اللي اتصلوا، أو عدد الشكاوى قليل جدا، اللجان اللي فتحت متأخرة قليل جدا. ايضا عدم، وبالتالي فالطوابير الطويله مش معيار، وعدم وجود الطوابير ايضا مش معيار. ملاحظاتنا بقى تاني، وبعيد الجزء اللي قلناه الصبح وبعيد عليه بعض مشاهدات المساء. في بعض اللجان فيها كثافه، بعض اللجان كثافتها متوسطه، بعض اللجان الحقيقه ما كانش فيها حد، وبعض اللجان فيها كثافه عاليه. ابهرتني الشيخ زويد وشمال سينا. القاهره عاملة شغل هايل، وده بتقرير اللجنة الوطنية للانتخابات العليا للانتخابات النهاردة في المؤتمر الصحفي، قالت انه الاكثر كثافة حتى هذه اللحظة والاكثر اقبالا هي القاهرة والجيزة، يعني القاهرة ثم الاسكندرية ثم الجيزة ثم ايضا اسوان الشيخ زويد. لكن انا هقف قدام القاهرة والشيخ زويد. القاهرة مش دايما كانت الأعلى كثافة، لكن احنا شايفين مشاهد في القاهرة جديدة، مشاهد تنظيمية محترمة، مشاهد أيضا في الكثافة وفي التواجد مشاهد محترمة جدا. الشيخ زويد بقى، الشيخ زويد بالنسبة لي مفاجأة مبهرة، لأنه الشيخ زويد وتحدي السيناوية وتحدي أهل سينا كل من خونهم، كل من قال انهم عملاء، كل من قال ان في انشقاق ولا في تمرد ولا في كذا، كل من خوفهم، كل من قال ان هم حاول ان هو يرعبهم، الشيخ زويد النهارده بترد بقوه والحياه وباكثر حده وتحدي. دي منطقه شهدت الكثير من يعني العمليات الإرهابية، ومع ذلك هم نازلين يقولوا للإرهابيين إحنا في ظهر الدولة وإحنا موجودين. إذن أنا الحقيقة مشهدين بالنسبة لي بين القاهرة وبين الشيخ زويد دول مشهدين مهمين جدا لازم نقف عندهم، لأن العاصمة ما كانتش دايما هي الأكثر. احنا دايما كنا بنشوف انه الارياف، دايما كنا بنشوف وجه قبلي وجه بحري، وهنشوف بقى مين اللي هياخد الجايزة. يعني في 2014 قلنا ان الجايزة خدوها المنايفة، يا ترى السنة دي مين اللي هياخد الجايزة؟ طيب الاقبال كان شكله ايه؟ صباحا
إقبال كان يعني الكثافة الأكثر كانت صباحا، ثم ابتدت يعني تتراجع مع الظهر. احنا عندنا موضوع البريك اللي من 3 ل 4 ده ممكن يكون في مشكلة وعايزين نسأل عليه، لأنه كتير من الناس بتحاول تنزل من الساعة 3 للساعة 4. وبعدين عندنا وقت المساء يعني الإقبال مش مرتفع، لكن في إقبال وفي عندنا فيديوهات كتيرة من عدد من المحافظات ومن اللجان الحقيقة فيها إقبال مسائي. احنا بعد قليل هنشوف كمان الإغلاق ونعرف يا ترى طبقا للكشوف كام واحد جم النهاردة.